السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد البيتزا اللي غادي تكون للاشخاص فرديه، ماشي صغار وانما متوسطه، اللي غادي يكون كل واحد كيقبضها. عندي بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج، هنا عندي جوج ديال البيتزات اللي غادي نديرهم بالصلصه الحمراء، وكذلك بيتزا اللي غادي نديرها بالصلصه البيضاء. هاد الصلصه البيضاء غادي تلقاو الرابط ديالها اسفل الفيديو اللي غادي ننزلو لكم، كذلك غادي ننزل لكم الصلصه الحمراء اللي غادي تلقاو كذلك الرابط ديالها اسفل الفيديو، والعجين كذلك ديال البيتزا اللي غادي تلقاو حتى هو الرابط ديالو اسفل الفيديو، لان هادشي طبقت لكم فيديوهات خصكم تشوفوهم. اليوم ان شاء الله عندي هنايا غادي ندير وحده بالبيتزا، بكلشي غادي نديرو بالكفته. بالنسبه للكفته انا شحرتها غير فواحد شي شويه ديال الزيت، روميه عاديه وشويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه، ما كثرتش فيهاش باش ما تجينيش كحله. عندي هنا موزاريلا اللي قبتها انا فركتها كذا مزيان، فرتتها كتكون هي كره وفرتتها. وعندي هنا الجبن الاحمر اللي المعتاد، وعندي هنا اول مره غادي ندير لكم بيتزا بالبروكولي، كذلك هذا البروكولي انا قبضته ودرت له طيحته في الماء طايب شويه، شعلت عليه واحد جوج دقائق حتى لثلاثه وطفيت عليه، من بعد صفيته باش بغيتو يبقى لي شي شويه هكذا. كذلك عندي هنايا الفلفله اللي غادي تبغيو نتوما اللي بغيتو، كذلك بغيتو الحمراء ولا الخضراء ولا الصفراء. وعندي واحد جوج بصلات على حسب اللي غادي يدخل ليا هادشي، ونقدر نزيد نقدر هادشي كافيني. البصله اللي غادي نكونوا مقطعينها هكا شرائح. صافي دابا ان شاء الله غادي نجيب العجين ديالي اللي انا عجناه، اللي غادي تلقاو كي قلت لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو، وغادي نقسمو على الوحدات اللي غادي نحتاجهم انا. العجين هي هادي كيف كتشوفوا قدامكم، انا عجنتها وخليتها هنا كترتاح. انا هذه ما نسمتها حتى بشي حاجه، ما درت لهاش الزعتر، درت الزعتر غير في الصلصه. تقدروا ديروا لها داك الزعتر، انا كنعجنها خفيفه شويه، ما كنبغيش نديرها ثقيله. ها نتوما شفتوا هكذا، لانني غادي نجمعها بالسميده. كي قلت لكم فرقتهم ها كيفاش درتهم، هنا هكذا فرقتهم، هنا غادي نجمعها هكذا بالسميده على هذه الطريقه، هذه هكذا صافي. وكنبدا باش نصوبها هكذا على الطريق، نخليها ترتاح واحد جوج دقائق ونذوقها. دابا غادي نطلقها بحال هاد الطريقة هكا، نبقى معاها هكذا حتى كتطلق لي. أولا ديرو لها تلات، كنجيبوها دائريه. صافي هنا بعد ما طلقتهم كيف شفتوا، دابا غادي ناخد الصلصه البيضاء، غادي نضيف هنا شويه ونسرحها. بهذا الشكل هكا غادي نقبض هذيك الكفته، وغادي نضيف هاد الشرائح ديال البروكولي. بغيتو تخليوها هكذا خليوها، كنت فات لي نزلتها لكم هكذا، وانما خص الدراري كيقولوا نقول لكم خصهم ياكلوا الخضار. غادي ندير واحد شي شويه ديال الموزاريلا باش كتعلق لنا البيتزا،
الشيشات، وغادي ندير الفرماج الأحمر، صافي. بالنسبة للثانية غادي ندير لها الصلصة الحمراء، وفيها الثومه بزايد، راني كندير الثومه انا دائما كنقولها لكم. هاد الصلصه انا عندي بالنسبه لي انا هادي كنديرها ديال الطاسه ديال الحك، كنجيبها كنطحنها خضراء، يمكن لكم نتوما براسكم تطحنوا المطيشه الخضراء الا ما بغيتوش ديروها طايبه. كنطحنها وكندير معاها، كنضيف معاها الثومه والزيت البلديه ولا بغيتوا الحرور، وكنضيف معاها الابزار والملحه وشويه ديال الفلفله الحمراء. صافي هذا لا غير. دابا غادي نقبط، غادي ندير الكفته، وغادي نضيف كذلك شويه ديال الفلفل ديال البصله وشويه ديال الفلفله. هادشي عشوائي، ماشي ضروري اننا نكونو كنستفوه. كذلك غادي ندير هاد البروكولي ولا لعائله الشيفلور، دابا غادي ندير موزاريلا، وغادي نمشي معاهم بحال هادشي كامل. شي كيب حتى انا عندي، كاين اللي كيبغيو الصلصه البيضاء وكاين اللي كيبغيو الصلصه الحمراء. غادي نمشي على هاد الطريقه هادي هكذا حتى نكملهم، وغادي ندفعهم للفران يطيبوا على بحال العادي على 180 ولا 200 حتى كيطيبوا على خاطرهم، وكيتحمر لهم الوجه ديالهم، وكنتلاقاو داك الساعات مع الشكل النهائي ديالهم. صافي هذه هي الطريقه ديالنا، كنتمنى انها تعجبكم. غادي ننزل لكم كاميرا باش تشوفوا. هانتوما هذه ديال الكفته والصلصه البيضاء قريبه، والبروكولي والفرماج والموزاريلا، وهذه كذلك اللي درنا ديال الصلصه الحمراء، حتى هي كذلك الفلفله والبصله والبروكولي والفرماج والموزاريلا. دابا غادي ندخلهم الفران ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديالهم. صافي هنا بعد ما خرجتهم من الفران، كيجيو على هذا المنظر، هذا كيجيو رائعين وشهيين، وحسن من ديال الزنقه كيجيو رائعين. وهذه ديال الصلصه البيضاء حتى هي كتجي واعره، كتجي هشيشه بزاف. هانتوما كيف كتشوفوا مازالين سخونين من تحت ومن فوق، راهم طيبين. كنتمنى ان يعجبكم ان شاء الله وتجربوهم، وما تنساوش لي جيم وما تنساوش لي كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.